مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدي أحكي لكم عن شغلة مهمة، خاصة للي بيشتروا بيوت في كندا. لما بتشتري بيت في عندك طريقتين إنك تشتري هذا البيت، يا إما بتشتري كاش ماني، يعني بتدفع مثلا مبلغه كامل، هذا إذا معك الفلوس. إذا ما معك بدك تأخذ قرض من البنك أو من مؤسسة مالية بتعطي قروض. الآن في موضوع القروض هذا في نقطة مهمة جدا، إنه معظم البروكرز أو القارضين بحبوا إنك تأخذ شغلة اسمها mortgage insurance أو تأمين على القرض اللي أنت أخذته. هلا هذا التأمين هو اختياري وليس إجباري، لازم تنتبه هاي الشغلة. أول إشي بتدفعه شهري، أقساط شهرية بتدفعها مع المورجج، ما بتشعر فيها، بتكون 50-60 دولار 70 دولار بالشهر. في حال لا سمح الله صار عندك عجز، فقدان للعمل أو فقدان للحياة، بدفعوا حسب الحالة. إذا فقدان للحياة بدفعوا باقي المبالغ الباقية على البيت، وإذا فقدان للعمل أو عجز بدفعوا 3 أشهر أو 4 أشهر حسب الكونتراكت اللي معامله. الآن برنامج أو قناة السي بي سي عملت تقرير كامل عن هذا الموضوع، وحكت إنه هذا كله للأسف كذب، لأنه في ناس كتير 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 ما بنتبهوا للعقد اللي بيعملوه. هذا العقد هو شريعة المتعاقدين، عشان هيك بحكي مرة ثانية وثالثة ورابعة يا جماعة، انتبهوا للعقد اللي انتو بتوقعوه مع هاي الشركات، اقرؤوه جيدا، شوفوا شو اللي عليكم وشو اللي إلكو وسلام. وحطوا لكم التقرير تحت في الرابط عشان تشوفوه كامل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.